حسب الاسعار مرتفعه شويه هاد الايامات على حساب العلف وعلى حساب الفلوس طالع. بالنسبه للدجاج الرومي كيدير 20 درهم، بالنسبه للدجاج بلدي كيدير 65 درهم، بالنسبه للفروج كروازي كيدير 35 درهم، بالنسبه للبيض كيدير 28، بالنسبه للبيض بلدي كيدير 48 ريال. ولي قبل شويه هاد الايامات الناس كلشي غالي الله يجعل السلامه، كلشي اي حاجه مشيتي لها كتلقاها فيها الثمن. وحنا كنتمناو خير ان شاء الله يكون ترجع شويه هاد الاسعار ويكون عاوتاني الرواج كما كان ان شاء الله الرحمن الرحيمين. وبالنسبه للاسعار جد مستقره، كل نهار كيصبح لك ثمن، مره كيكون زايد مره كيكون ناقص. ما احنا اللي حريفيه دابا تلفنا هاد الاسعار، كل نهار كيصبح لنا بثمن. بحال الدجاج مره كتشدو ب 360، الغدلي كتشدو عاوتاني ب 380. ما كتقدر تقول حتى للبنادم شي ثمن على حساب الغدلي، كتقول ليه حتى الغدا ويجعل الله خير. ان شاء الله غادي ان شاء الله يكون خير، غادي توجد السلعه ان شاء الله ويكون يرجع للثمن شويه عاوتاني لسميدو. حنا ما خدامش لينا الثمنات اللي كيكونوا غاليين، حنا مزيان يكون الثمن يكون مناسب باش يكون الخروج وتكون الخدمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي باش دخل وتخرج واحد الانسان كيجي عندك كيقول لك الدجاج شحال كتحس به، بالله هو انت كبيع وشري جاك غالي ما حسن واحد وكال. بالنسبه للدجاج الرومي واصله 20 درهم، البلدي واصله 65، الكروازي 35 33. هادشي فاش كيدور السوق هاد الايامات. واش كاين اقبال؟ كاين شويه، كاين شويه الاقبال، واخا الناس قاسح عليهم الاثمنه، وان البديل ما كاينش. اللحم غالي، الحوت غالي، كل شيء غالي، ما البديل ديال شي حاجه اخرى ما كاينش. بحسن العوان كيجي بلا الضروره، هذه حاجه ديال الضروره ما عنده ما يحيد فيها. حاجه المعيشه اليوميه ضروري يجي يتقدى، غير الا كان كيتقدى مثلا 3 كيلو بيدي كيلو، كيتقدى 4 كيلو غيدي 2 كيلو. بنادم يقدر ينقص في داك الشيء اللي كيتقدى باش يحيد، ما يمكنش يحيد. هذا الشيء اللي كاين. تقريبا 20 سنه دابا باش خدام في هذه المهنه هذه. والغلا هذا العام عام كل شيء، كل شيء غالي، ما كان حتى شي حاجه اللي باقي في ثمنها، ولا باش تقول ما غاديش تزاد ولا. دابا الغلا حير كل شيء، كتخلي الحاجه في ثمن اليوم غدا كتصبح في ثمن كاع ما كتخيلوش. ومن هنا لقدام الله اعلم شنو بيكون، لان كتشوف دابا الحاجه تقدر تكون تقدر ترجع غدا ولا تبقى في ثمنها، كتلقى مزيده بشي ثمن خيالي ما تعول عليه كاع. من هنا غدا الله اعلم شنو بيكون. كنبيعوا الجبنه سيدي كل نهار، نهار طالع نهار مهول ياك. الدجاج الرومي ما عنديش خبارو، والدجاج البلدي نهار 1250، نهار 1300، نهار 1200، ونهار 1160، نوبة طالع ونوبة مهول الكيلو. علاش طالع دابا؟ دابا الوقت ما قليل، داك قليل السلعة في السوق، السلعة قليلة بزاف في السوق، ما كايناش. لا قليلة وليدي ما كايناش، السلعة قليلة بزاف. اللحم غالي، اللحم غالي كيقولوا 1800 فلوس، وبنادم هرب على اللحم ورجع للدجاج ورجع للبيبي ورجع للقنية ورجع لذاك الشيء. الناس غتعيش بالقليل وبالقدير. نقول يستخار من غدا الله اعلم، ما صبح تفتح. ما غدا الله اعلم يجي، اما يطيح ثاني او يطلع. كل نهار ثمنه يا قديدي. ايه نهار ثمنه. الزمنه 1260 البلدي. تيجي من نواحي الغرب هنا ما كاينش. هذا الشيء اللي كاين. قليلة السلعة طاحت، حتى اللي عنده شي دجاج سادو في دارو طاحت شوية تاع ستة، الناس سدات السلعة تاعها في الأرض. أسد تسكى 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 والله ما غادي تسكى، هذاك الشيء تاع الله. لا غالية السلعة غالية، لا رخيصة رخيصة، هذاك الشيء ما غادي يقبل، هذاك الشيء ما فيه، هذاك الشيء إيه. هو هذا الشيء اللي فات اللي كانت تسوى 900 و1000 ريال ما كايناش مع السوق، السلعة قليلة. ها هو السيد تيجي من دكالة، هذا السيد تيجي من دكالة تاعه. واشكوا والله حنا ما تنغليوش عليها، حنا بلا تسلعه تتسرى تعاود تبيع، بلا ما تيلعب على جوج دراهم تاعو، جوج دراهم تاعو في الكيلو الله يسخر البنادم. هذا الشيء ما فيه غلا. واش ممكن انه شي نهار عاوتاني ينقص؟ لا غادي دابا في الزياده، فين ينقص؟ هذا الشيء غادي في الزياده، النقص ما كاين، الزياده ان شاء الله ما كاين نقص، علاش غادي يكون نقص؟